جبنا على حسب بنادم كيمشي لبلايص اخرين كيلقى حوالي 120 140 ما كيقدرش، كاين اللي مسكين ما عندوش. حنا جبنا اللي مغلم على قد الحال ويعيد المسكين اللي عنده اللي ما عندوش. انت العيد فيت كيقول لك واحد المثال، كيقول لك بنادم العيد فيت، ليش انا غنمشي ما عنديش وغنمشي نتكلف ونتسلف ونمشي ناخذ حولي اكثر من الطاقه ديالي. مليحه الغلم تبارك الله مليحه وسمينة، ماشي غلم تبارك الله. كاين اللي وازن 40 كيلو 38 غلم تبارك الله واجد اللعيب. بغى نعبروه ليه نعبروه ليه، بغى يدي بحال هكاك يدي بحال هكاك. حنا دايرين واحد الناس واحد النسبه ديال هذاك تقريبا الغلم راه قد كامله وزن واحد دايرين 46 45. حنا جايبينها كنقول لك على حساب الدرويش رابحين فيها واحد ثمن قليل، وبغينا نتمشى في نجيبوا سلعه اخرى باش بنادم كله اللي عدو يدوه اللي ما عدوش تورك تعاونوا معاه كنقدروا نقصوا ليه. الحمد لله حالك تاكل في ميلفي، الحمد لله زوين والغلم راه باينه راه ما على الجهد كاع راه تبارك الله. تا كتشوف راه ما بقاش شي حاجه كثيره، راه تقريبا 1000 ديال الغلم راه ما بقاش فيها بزاف، بقاش فيها واحد 300 ولا شنو كل شيء تباع. جبنا هذا باش 15 يوم و ترتاحت وتقادات، عاد دابا بدينا تنبيعوا فيها. الحمد ديالو جيد، عاد بحنا واحد وكناه وكلوا معنا الحباب وتشاري كان منه. الحمد ديالو جيد، لا شحمه لا والو، الحمد ديالو احمر عادي. التصير ديالو بغاو الكيلو، بغاو الا عبرنا الكيلو راه تيقتل من 42 ل 47000. المعين هي تتشوف اللي بغى شي حاجه بغى يعبرها يعبرها، اللي بغى معينه راه معينه. هاد السلاله جبنا من اسبانيا، شكروها حيت العام اللي فات دخلت لهنا، دخلت المغرب وشكروها الناس وداك الشيء وجبناها وذبحناها وشفنا شنو كاين فيها، كاين على الاقبال. كيجيو مواطنين بزاف هنا، الحجر الصحي داروا هما وعاودنا حنا، والالف ديال هاد الدراهم قرشنا وتخليطها. تخليط فيها الفول، فيها جلبانه، فيها الدرا، فيها خرطان الشعير. هذه قصيره وعامره ديال البلاد طويله، وفي اللحم الجوده اللي ديال البلاد. هذا الغلم ما فيه من الديوانه، هذه هي اللي شجعتنا باش نجيبوا هذا الغلم، وحتى في الثمن دي شويه هابطه في الثمن. لا شي جيران عندنا ما عندهم النعم نقولوا شكروها مزيان، ودابا هي هذيك ملي سولت لقيت شي جيران جاو خاضوا، قلت انا جيت انا سولت وجيت هنا باش خديت شي حاجه، خديت ليا ولولدي وجيراننا الحمد لله، والحمد لله بخير وعلى خير. الله يجرب بيه هاد الناس يكمل عليهم بخير. لا تمر رخيص، تمر رخيص على السوق، وبالمعقول رخيص على السوق. لا هنا هو الشناقه وداك الشيء تما كنت مشيت تما راه يديروا في كيبغوا. الحمد لله الناس خيرونا ثمن مناسب زوين على قد الحال، بحال كنا كنعيدوا داك الشيء ديال القديم ديال زمان وحق الله. ايوا بحال دابا اختبات ثم منقوصه لك 15000 20000 ريال منقوصه لك في البياس، الحساب دابا اللي كاين الشناقه فين كاين السوق اش تلقى؟ ما تلقاش داكشي اللي وين الناس عيدوا بها العام اللي فات وشكروها، والله وملي شكروها والله الا شكروها لينا شي ناس مي شكروها قلت انا حيد والله يا سيدي نمشي ليها. وجيت انا وولدي توا هو خايد داكشي اللي قسم الله، وحنا كذلك والجيران والحمد لله الحمد لله. الحمد لله على كل حال. اول حاجه استوردناها لانه عندنا نقص في المغرب في الثروه الحيوانيه بنسبه كبيره بزاف، والدوله قررت باش تدير واحد الدعم باش المواطن الضعيف يقدر يعني يكون عنده قدره باش يشري، باش يعني انتم عارفين الناس كتخلص في المغرب يعني ب 3000 4000 5000 درهم، حنا كنهضروا على الناس اللي ما عندهاش مدخول كبير، فهمت ملي غتجيب ليه خروف كيدير 7000 8000 حتى 10000 درهم يعني من المستحيلات انه باش يشري هذا الخروف. واول حاجه احنا الحمد لله كنستوردوا هذه السلاله من اسبانيا، هذه بالنسبه لي اول تجربه باش كنستورد الخروف من برا، ولكن كدرت ديال المغرب العام اللي فات. الثمن ديالك شريته غالي يعني ما خرجناش فيه شويه، فقررنا نجربوا هاد السلاله هذه ديال المغرب، والحمد لله كنا متخوفين انه الناس ما يتقبلوهاش،
ولكن الحمد لله مشات بقطره بقطره اكثر ما كنا نتصور. هاد السلاله اخويا ماشي احنا اللي اخترناها، هاد السلاله من افضل السلالات في اوروبا. يعني كتعرفوا دابا كتعرفوا في اوروبي ماشي كيجيو اي حاجه وكي يعني كيخدموك عشوائيه، لا كيشوفوا شنو هما السلالات، عندهم سلالات بزاف، كيشوفوا شنو هي السلاله اللي تقدر تعطي اللحم بسرعه وبنينه ومطلوبه. يعني وهذه السلالات اللي منتشره في اوروبا الغربيه، منتشره بكثره لان المذاق ديالها مزيان والثمن ديالها حتى هو مزيان. مارينوس هذه بلا هذه بلا قرن، كاين اللي عندها القرن، كاين اللي عندها القرن. دابا الاسبانيين اش كيديروا ملي كيقرب العيد؟ اللي بالقرن نورمالمون هي اللي رخيصه في برا، اللي بالقرن هي اللي رخيصه، ولكن ملي كيعرفوا ان المغرب غيستورد حتى ما حاضرين ما عندهم ما يدار، ملي كي كتولي زايده على هذه تقريبا بما بين 17 اورو حتى 18 اورو الفرق ديالهم، الفرق ديالهم في الاخر على القرون فقط. بالنسبه للاستيراد ديالك الدوله دايره دعم، احنا الشركه ديالنا ما خداش دعم، احنا درنا اول تجربه دفعنا الطلب ولكن ما خدناش، ما كاين حتى مشكل، ما عندناش مشكل ناخذ ولا ما ناخذوش. المهم كان في الاول كانت واحد النقطه يعني تعطات 300 راس لجوج ديال الناس في المغرب كامل، واحد خدم 160 الف راس واحد خدم 140 الف راس، وبالحكم احنا عندنا فيدراليه في المغرب يعني الناس اللي كتستورد من اوروبا، فطعنا في درنا طعن وقدمنا شكايات وتعاودت تمصد الكارطه وتفرقت على 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 شركات بزاف، وحنا ما تعطاناش ماشي مشكل، يعني ماشي مشكل، ولكن الاخوان اللي معنا في الفيدراليه خادو، واخا ما كاينش الدعم كاين الربح، كاين الربح ماشي بزاف الحمد لله ماشي بزاف، ولكن كاين الربح، كاين الربح. يعني اول حاجه غتعاون مع المواطن، وثاني حاجه يعني كتفرح ملي كتشوف الناس فرحان. شوف بالنسبه للقضيه، انا بعدا كاين انا كنت كان دوك الناس انا براسي كنت كنتصنت ليهم كيهضروا على شي حوايج اخرين وهذا، وكنت متبعهم وكان يعني كان بالنسبه يعني الناس اللي كيقولوا ان الخروف ب 100 درهم كيتقاب على الناس اللي خادوا الدعم، يعني فهمت الناس اللي خادوا الدعم انه كيتقام عليهم 100 درهم، فهذه وحده من المستحيلات. يعني ما كاينش شي خروف غتقلب اوروبا كامله من اسبانيا حتى روسيا ما تلقاش خروف ب 100 درهم ب 10 يعني 10 دولار 10 اورو. بالنسبه لنا احنا ما خديناش دعم، ولكن استوردنا يعني جبنا السلعه ونبيعوها، ما عندناش وعندنا شويه الربح. بالنسبه باش نشرح لكم كيفاش الثمن في اسبانيا وباش المواطن حتى هو يعرف شنو كاين، السلعه كتباع بالكيلو في برا اللي غتصدرنا، ما يمكنش لك اي سلعه غتجيبها، ما يمكنش لك غنمشي نجمع السلعه من 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 الشارع وانت مجايبها، كاينه طرق وكاينه دفتر تحملات ديال المغرب اللي فارضه على المستوردين باش اننا نجيبوا يعني الخرفان خصهم يدار لهم تحاليل، خصهم يدار لهم حجر صحي في اسبانيا، خصهم يدار لهم حجر صحي في المغرب، وهذه كلها مصاريف. الثمن ديال الخروف مثلا ناخذوا حنا هذه اللي ما عندهاش القرن كيتراوح ما بين 5 اورو و20 حتى 5 اورو 65 حسب انت واش طارتك الكيلو دون ترونسبور، ضرب انت عمليه حسابيه. الخروف كتكون فيه ملي كيجي من برا كتكون فيه ما بين 37 حتى 40 كيلو وممكن يكون قد، اذا شحال كيتقام هذا الخروف؟ كيتقام تقريبا ما بين 160 160 اورو حتى 170 اورو. ملي غتاخذ انت 500 درهم شحال غيولي مقيوم عليك؟ يقول يعني لك مثلا ب 1300 1500 درهم، حنا كنقولوا الدرهم 1600 درهم، ضروري غتزيد شويه الربح، انت راه عندك مصاريف، عندك خدامه، عندك هذا، ما يمكنش لك الناس اللي خدامين شويه يخلصوا، يعني هذيك كتزاد شويه وكيدفع. يعني حنا دابا حاليا كنبيعوا ما بين 42 46 الخروف، حنا ما خايدين لا دعم لا والو وعندنا الربح. اما باش يعني بنادم يقول ان الناس يهضر على شي حاجه وما عندوش وثائق ما عندوش خبره في برا، مع عمرو خرج من ربما من المغرب ومشى شاف الاثمنه اللي كاين، ما خصوش يبقى يهضر خرج شوف. والدوله ديالنا حنا راه ماشي ساهله، يعني ماشي راه عارفه بشحال الاثمنه اللي كاينه برا وعلاش عطات الدعم، راح باش تعاون المستوردين في الشحن. حنا بالنسبه لينا حنا ما بغيناش الدعم، تحيد الدعم. هذيك كنا طرحنا على الحكومه بانه الفدراليه ديالنا باسم الفدراليه ديالنا طرحنا على الحكومه تحيد الدعم، لانه اسبان ملي كيسمعوا الدعم كيزيدوا علينا،
كيزيدوا الثمن، فهمت؟ هادشي ما عطل. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.